أقيم حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية في كاليفورنيا في الولايات المتحدة، وقد حصلت السلسلة التلفزيونية الأمريكية تشيرنوبيل على جائزة أفضل سلسلة تلفزيونية أو فيلم تلفزيوني. السلسلة التي جاءت في 5 حلقات جسدت الحادث الذي وقع في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية في عام 1986 بأوكرانيا. وبعد إصدار هذه السلسلة زار أكثر من 100,000 سائح منطقة الحظر في تشيرنوبيل العام الماضي. وحصل الممثل خواكين فينيكس على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم الجوكر. ويتم منح جائزة الكرة الذهبية التي تأتي في المرتبة الثانية بعد جوائز أوسكار سنويا من قبل جمعية الصحفيين الأجانب في 25 فئة.